السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت بغيت نقدم لكم واحد المعجون ديال الاسنان التي يلاقنا الناس اللي عندهم التا ديالهم تتكون تتسيل بالدم تي ما تعرفوش اشنو ياخذوا ما تعرفوش اش من دونتيفريس ياخذوا. انا تنصحكم بهذا اللي غادي نقدم لكم باغودونتاكس، ولكن كاينين انواع كثيره من ماركات يعني معروفه لكذلك فيهم انواع التل تكون تتسيلنا بالدم، ولكن انا هذا يعني من جربوه بزاف ديال الناس اللي تي الكليان ديالنا يعني تيشكروا فيه. هذا الشيء علاش قدرت باش نقدمه لكم. اي واحد عنده مشكل في هذا في التل ديالو تتسيل ليه بالدم ياخذها بالدونتيفريس غادي يلقى الفرق، غادي يبان ليه الفرق بالاستعمال ديالو. وبالنسبه لثاني حاجه كاينين البنات اللي تيسولوني على التل، بالنسبه للناس اللي تيسولوا على التالتة تكون تتهرب لهم على الحمل السنين، انا تنصحكم تبداو ديروا واحد الماساج يوميا تبطوا التالتة ديالكم على السنه. ولكن الا شفتوا يعني تتهرب بزاف او لا الريحه او لا كاين تيباغ او لا، تمشيو للطبيب ديال الاسنان باش يشوف المشكل مناش. وغادي نقلب الكاميرا باش نوري لكم الدونتيفريس اللي قلت لكم، وان شاء الله الفيديو قادم. السلام عليكم. بالنسبه للدونتيفريس وهو باغودونتاكس فارماسي توجدوا في لافارماسي ديالكم، ان شاء الله جربوه وغادي ينفعكم. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واي واحد عنده شي تساؤل هكا يخليه ليا في التعليقات، وان شاء الله فيديو قادم.